ولاية سكيكدا عصب الاقتصاد الجزائري، كانت ولا زالت تواجه أزمة السكن وخطر انهيار البنايات الهشة والعينة من أحد أحياء المدينة القديمة. بون، هادو المنزل اللي ساكن فيه، الدار اللي ساكن فيها، لكن ما تشوفوها هي لعيبة خلاص. تسمى كل نهار طيح، كل نهار طيح بالطرف بالطرف، والسلطات يعني ما شايفينش معانا خلاص. كيما شوفوا معانا وروحوا عطيونا السكنة، الدار قاعدة غير طيح، كل نهار يطيح طرف، وكاش نهار يعني ما تلقاوناش خلاص، نشردموا وما تشوفوناش خلاص. العمارة هذه حدا شناش بجماعة سوداني، سقطت فيها أربع توابق، سقطت في سنة 2017، زاد طاح، زاد سقطت العمارة النهار الأول تاع العيد، وجاو مسائل كل ما اللي يجي يشوف العمارة رايحة شريب رايحة شريب ويروحوا. الحي القديم المعروف بحومة الطليان شهد عمليات ترحيل عديدة، إلا أن قاطني هذه البنايات الآيلة للسقوط لا يزالون يعانون الإقصاء والتهميش. هذه ديجاك روش دي 10 شهور وحنا نستناو، درنا الطاعون، درنا هذه كيفاه يمد لك هذا المبل هذا فيه سبع ديار، كيفاه يمد لك ثلاث ديار ويخلي زوج ديار هكذا، زوج ديار هاهم وزوج ديار بعدهم في البياندري. هنا في هذه البنايه الهشه جدا، مش برك شويه برك جدا، وما عندنا حتى يعني امل في النجاه لو تسقط. للاسف الشديد احنا هاك تشوف احنا ونداوي احتياج الخاصه كيما راهو الجماعه كلهم على بالهم، نطلعوا نخافوا نطيحوا، نهبطوا نخافوا نطيحوا. احنا هاك تشوف احنا المبل هذا مدوا نص السكان، كي جات السيتي سي وقالت لك باللي لازم يهدم فورا، نص السكان اعطوهم ونص لا علاش لا ندري. من جهتنا حاولنا التواصل مع المسؤول الأول في البلدية، إلا أننا قوبلنا بالرفض، ويبقى المواطن السكيكدي يعاني التهميش وسوء التسيير.